بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب يلي غي كومبخوندر، ونستأنف مع إن باش موفمونتي. كما قلنا بأن كلمة موفمونتي أنها تتضمن كلمة موفمون، لو فيرب موفمونتي المقصود به بوجي، بوجي لما باغ اكزومبل. بارفوا اون بارل دو فيرب سو موفمونتي، سو دوني دو موفمون، أنك تتعطل حركة، أنك تقوم بحركة. إذا نتكلم أحيانا عن لو فيرب سو موفمونتي. هنا طبعا لو فيرب موفمونتي أنك تحرك شيئا. طبعا هنا نتحدث كما قلنا عن إن باش موفمونتي، كما نقول صيدون متحرك، لكن هنا يعني بالضبط صيدون متقلب. صيدون متقلب، كان الصيد يسير في اتجاه فإذا به ينقلب ليسير في اتجاه آخر. إذا طبعا ذكرنا فيما سبق سودا أميجيسمو بروج دي شيغ لو سيلونس لونفون إيطوني سو روتورن إي روكوني أ 30 متر لو غران طورو. سودا أميجيسمو بروج دي شيغ لو سيلونس لونفون إيطوني سو روتورن إي روكوني أ 30 متر لو غران طورو روج. لو غران طورو روج دي مارتي. إذا طبعا الطفل الصغير أنه التفت، إذا فعرف على بعد 30 مترا، إذا هو عرف قبل أن يقترب منه التور، إذا هو عرفه على بعد 30 مترا. لونفون إيطوني، إذا الطفل المفاجئ سو روتورن إي روكوني، إذا هو التفت كما نقول بأنه استدار وعرف أ 30 متر، إذا هو عرف على بعد 30 متر لو غران طورو، إذا هو عرف التور لو غران طورو روج، عرف هذا التور الأحمر دي مارتان. طبعا مارتان هي من الأسماء المشهورة عند الفرنسيين، هي من أسماء العائلات المشهورة عند الفرنسيين. إذا كما نتكلم عن تور أحمر لعائلة مارتان، لو غران طورو روج دي مارتان، لو تيريبل غوندار أورور، لو طورو فرانس Tout à couvert lui, Robert prend la fuite et contourne les temps. Un grand peuplier se dresse non loin de là. L'enfant se jette dans cette direction. À peine s'est-il glissé derrière le tronc qu'un morceau d'écorce vole, arraché par la corne de Gondar. Arraché par la corne de Gondar. Le terrible Gondar. Gondar, يطلق على طفل مثل المؤدي. نتكلم عن طفل مؤدي، ممكن نطلق عليه كلمة غوندار، وأيضا يطلق على التور اللامع في قطيع ما، التور اللامع في قطيع ما، إذا يسمى غوندار. إذا نتكلم عن تور لامع في قطيع أبقار ما، إذا ممكن نسمى غوندار. لو تيغيبل غوندار، لو تيغيبل غوندار، كما نقول غوندار الرهيب. طبعا كما تعني كلمة إفخيونت، وبيا إفخيون في حال المذكر كما سنرى بعد قليل، كلمة إفخيون وبيا إفخيونت أيضا تعني رهيب. إذن تيغيبل المقصود به إفخيون، لو تيغيبل غوندار، إذا نتكلم عن غوندار الرهيب. أوغوغ، لوغوغ كما نقول الخوف الشديد. لو طورو فرونس، نقول مثلا إيل فرونس فيغ لوي، إيل سو بريسيبيت à toute vitesse droite sur lui. Il se précipite, يعني أنه يسرع à toute vitesse بكل سرعة droite بدون أن يستدير لا إلى هنا ولا إلى هنا، ولكنه يسير بشكل مستقيم à toute vitesse droit يعني أنه مستقيم sur lui في اتجاهه، لا ينعرج إلى جهة ما بل يسير في اتجاه الطفل. إذا نتكلم هنا عن أغور لطور فرنس توتا كوفير لوي، إذن التور فرنس يعني أنه يسرع، أنه يسير بسرعة في اتجاهه. توتا كو يعني فجأة فيغ لوي نحوه، إذن هو يقصده بهذه السرعة. إذن أغور لطور فرنس توتا كوفير لوي، إذن نتكلم عن خوف أو رهبة. لطور فرنس توتا كوفير لوي يعني التور يسرع، كما نقول بأنه يهاجمه. إذن التور يسرع توتاكو فيغ لوي،
يعني فجأة نحوه. روبير بخون لا فويت اي كونتور لي طون. روبير بخون لا فويت اي كونتور لي طون. اذا روبير بخون. روبير بخون لا فويت اي كونتور لي طون. اذا روبير انه ياخذ الهرب. بخون سي روبير بخوندر. روبير بخون لا فويت اذا روبير يهرب. كما نقول بانه ياخذ الهرب. اي كونتور لي طون. كونتورن كما نلاحظ هنا لو فيرب كونتورني. لو فيرب كونتورني il contourne il ne peut pas traverser les temps. طبعا لي طون كما ذكرنا نتكلم عن ضايه نتكلم عن مستنقع اذا نتكلم عن ماء في مكان ما او شبه بحيره. اذا طبعا روبير لا يستطيع ان يمر وسط هاد البحيره. اذا روبير لا يستطيع أن يمر وسط البحيرة. إذن ماذا سيفعل؟ سيدور حولها ليصل إلى الشجرة. ليصل إلى شجرة ما يختبئ خلفها. إذن il ne peut pas traverser les temps. إذن هو لا يستطيع أن يجتاز هاد البحيرة الصغيرة كما نقول. il fait un détour. إذن هو يقوم بدورة pour passer à côté ليمر إلى الجانب en suivant le bord متبعا الضفة. en suivant le bord en suivant le bord يعني متبعا او متتبعا الضفة. يعني هو غيبقى متبع غيبقى غادي مع الجنب ديال الماء يعني مع الضفة ديال ديك الضايق او الضفة ديال ديك البحيرة. اذا طبعا حتى يصل الى هذا المكان الذي يقصده. روبير برون لا فويت اي كونتورن et contour le temps un grand peuplier. اذا نتكلم عن نوع من الشجر. هناك نوع من الشجر يسمى peuplier. un grand peuplier se dresse non loin de là. اذا un grand peuplier se dresse non loin de là. اذا نتكلم عن نوع من الشجر يسمى peuplier. ان تقف كما نقول بان تنتصب. le verbe se dresser يعني انتصب أو كما نقول وقف. إذا هي تقف أو تنتصب نولوادولا ليس بعيدا من هنا. ليس بعيدا من المكان الذي يجري فيه هد الكر والفر بين الطفل والثور. لونفون سوجات دون سيت ديريكسيون. إذا الطفل يرتمي في هذا الاتجاه. المقصود بأن الطفل اختار هذا الاتجاه. إذا كما نقول بأن الطفل رمى نفسه في هذا الاتجاه. المقصود بأنه أخذ الهروب إلى هذا الاتجاه. نتكلم هنا على الاتجاه الذي توجد فيه شجرة التي تسمى بوبلي. إذا نتكلم هنا عن أن غران بوبلي. نتكلم عن شجرة كبيرة من هذا النوع. لونفون سوجات دون سيت ديريكسيون أبان سيتيل غليسي ديغيغ لو طخون كامورسو ديكورس فول أغاشي باغ لا كورون دو غوندار. إذن أبان ستيل جليسي كما نقول بالصعوبة هو تزحلق. بالصعوبة هو تزحلق ديغيغ لو طخون كما نقول خلف الجدع. هو بالصعوبة تزحلق أبان ستيل جليسي ديغيغ لو طخون خلف الجدع. نتكلم عن جدع الشجرة كامورسو دي كورس فول بأن قطعة قشرة. نتكلم هنا عن قطعة لحاف. نتكلم عن قشرة الشجرة. قشرة الشجرة تسمى إيكورس. قشرة الشجرة نتكلم عن لحاف يسمى إيكورس. إذا نتكلم هنا عن قطعة من هاد اللحاف. قطعة من هاد الغطاء الذي يحيط بجذع الشجرة. فول أنه طار. لماذا هو طار؟ أغاشي باغ لا كورن دو كوندار. نتكلم عن قطعة من لحاف الشجرة تم اقتلاعها عن طريق قرن الثور. إذا قرن الثور كان يريد أن يضرب الطفل لكن الطفل تزحلق حول الشجرة فأصابت الضربة الشجرة فطارت منها قطعة قشرة. إذا كامورسو دي كورس فول أغاشي طبعا المقتلعة باغ لا كورن دو غوندار عن طريق قرن غوندار. إذن كما نقول هنا ما يكاد يتزحلق خلف الجذع
كم مرسو ديكورس فول كما نقول ما كاد روبير يتزحلق حول جذع الشجرة حتى طارت قطعة لحاف الشجرة أغاشي بغلا كوندو غوندار منتزعة بقرن غوندار. المقصود هنا بأن الضربة كادت أن تصيب روبير لكن روبير طبعا بسرعته أنه انفلى أنه ناجى من الضربة. لغبة سودا أن ميجيسمون بروش دي شيغ لو سيلونس لونفون إيطوني سو روتورن إي روكوني أ 30 متر لو غران طورو روج دي مارتان لو تيريبل غوندار أورور. Le taureau fonce tout à coup vers lui. Robert prend la fuite et contourne l'étang. Un grand peuplier se dresse non loin de là. L'enfant se jette dans cette direction. À peine s'est-il glissé derrière le tronc qu'un morceau de corse vole arraché par la corne de Gondar. L'arbre est solide, se dit l'enfant. Je n'ai qu'à rester tout près de cet abri pour éviter la bête furieuse. Alors commence une effrayante partie de cache-cache. L'agile petit paysan s'efforce à rester calme, mais l'entend battre son cœur. C'est que les gros yeux stupides du taureau sont tout près. Robert pourrait entendre dans le bras toucher la touffe de poils bouclée entre les cornes de son ennemi. Deux fois un peu de bave chaude lui vole au visage. Cette poursuite autour d'un arbre donne le vertige au garçon. Essayons autre chose, dit taureau Robert. L'arbre est solide. الشجرة صلبة. يعني لا يمكن أن تنحني مثلا فيكون الطفل في خطر. إذن الشجرة منتصبة صلبة وبالتالي فهي حاجز مهم بالنسبة للطفل. L'arbre est solide. الشجرة صلبة. سدي لونفون. يقول الطفل. Je n'ai qu'à rester tout près de cet abri. J'en ai que, ليس لي إلا. Rester, البقاء, tout près de cet abri. جد قريب من هاد الملجأ. L'abri هو الملجأ. إذن أنا ليس لي إلا البقاء قريبا من هاد الشجرة. هذا هو المفر الوحيد بالنسبة لي كطفل. إذن Je n'ai qu'à rester tout près de cet abri pour éviter la bête furieuse. Min ajli tajannub, la bête furieuse, ad-daba al-ha'ija. La bête furieuse, ad-daba al-ha'ija. Alors commence une effrayante partie de cache-cache. Alors, idan hina idin, commence. Bada'at, une effrayante partie de cache-cache. كما نقول بدأ جزء من الاختباء. تكلم عن لعبة كاشكاش، لعبة الاختباء التي يلعبها الأطفال طبعا. إذا لعبة الكاشكاش هنا أو لعبة الاختباء يلعبها روبير مع الثور، لكن ليست كلعبة الأطفال. إذا نتكلم عن إن إفخيونت بارتي دو كاشكاش، إذا نتكلم عن جزء مخيف، إذا نتكلم عن جزء رهيب من لعبة كاشكاش. هذه اللعبة يعني مصيرها حياة طفل وليست كلعب اختباء الأخرى. لاجيل بوتي بيزون سي فورس دو ريستي كالم. كلمة أجيل المقصود بها ذكي أو سريع. لاجيل بوتي بيزون نتكلم عن الفلاح الصغير كما نقول. إذا نتكلم عن الطفل الصغير الذكي أو السريع سي فورس أنه يجتهد، أنه يجاهد نفسه كما نقول سي فورس. طبعا نتكلم عن لوفير سي فورسي، نتكلم هنا عن لوفير سي فورسي انك كما نقول تصبر او تجتهد، انك تجاهد نفسك على امر معين. اذا هنا لاجيل بوتي بيزون سي فورس دو ريستي كالم. اذا الطفل الصغير كما نقول هنا الفلاح الصغير الذكي
سيفورس أنه يجاهد نفسه دوغيستي كارل ليبقى هادئا. إذن هو يحاول أن يجعل نفسه يبقى هادئا. ما إلى أنطون باتر سون كور، ولكن هو كان يسمع ضربات قلبه. ما إلى أنطون باتر سون كور، ما إلى أنطون باتر سون كور، ولكن هو كان يسمع باتر يعني ضرب أو قرع سون كور ضربات قلبه. سي كو لي غروز يو ستوبيد دو طورو سون تو بخي. إذا كان يسمع طبعا ضربات قلبه سي كو، فلأنه لي غروز يو نتكلم عن لي غروز يو، نتكلم عن العينين الضخماوتين. سي كو لي غروز يو، إذا العينين الضخماوتين. ستوبيد ستوبيد طبعا ستوبيد بات بات كما نقول دابة، ولكن كلمة بات نقولها أيضا عن شخص غير ذكي غير ذكي. بات كي مونك توتالمون دانتيليجونس، الذي ينقصه بشكل كبير دانتيليجونس الذكاء. إذا نتكلم عن عينين ضخموتين كما نقول غبيتين غبيتين، أنهما ينقصهما الذكاء. سي كو لي غروز يو ستوبيد دو طورو سون تو بخي، فلأن العينين الضخموتين ستوبيد دي طورو اللتان يعودان للثور سون تو بخي، إذن هما قريبتين. إذن لأنهما قريبتين جدا، المقصود بأنهما قريبتين من الطفل، إذن لذلك كان قلبه يضرب. روبير بوغي أن طوندون لو برا، طبعا روبير كان يمكنه، طبعا نتكلم هنا على لوفير بوفوار روبير بوغي، إذن روبير كان يمكنه أن طوندون لو برا، أن طوندون لو برا يعني بمد ذراعه، لو أراد لو أراد أن يمد ذراعه توشي لا توف دو بوال بوكلي أنتخ لي كور دو سون إنمي. إذن كان يمكنه أن يلمس تموجات الشعر، تموجات الشعر التي توجد بين قرني عدوه. لينمي المقصود به العدو، سون إنمي عدوه. نتكلم هنا عن الثور الذي يريد أن يصيب الطفل، إذن فهو عدوه. لو أراد روبير، روبير بوغي، إذن روبير كان يمكنه لو أراد أن يمد ذراعه كان يمكنه أن يلمس تموجات الشعر الموجودة بين قرني عدوه. إذن روبير بوغي أنتوندون يعني بمدي، إذن روبير كان يمكنه أنتوندون بمدي لوبغا، لوبغا يعني الذراع، مقصود صنبغا، كان يمكنه بمد ذراعه. ماذا كان يمكنه لو مد ذراعه؟ توشي، كان يمكنه أن يلمس لا توف دو بوال، لا توف دو بوال، نتكلم عن مجموعة الشعر بوكلي، بوكلي يعني المتموجة، بوكلي كما نقول المتموجة أونتخ لي كورن دو سون إنمي، أونتخ لي كورن دو سون إنمي، يعني بين قرني عدوه. دو فوا دو فوا مرتين، ان بو دو باف شود، باف شود باف شود المقصود به الريق، او نتكلم عن اللعاب، شود ساخن، مرتين والريق الساخن لويفول او فيزاج، لويفول او فيزاج، انه كان يتطاير على وجه روبير، على وجه روبير. طبعا كان الثور يتبعه وتسمع هذا الصوت مثلا، إذن هذا الصوت سيتطاير معه ريق الثور، ومرتان وريق الثور يتطاير على وجه روبير. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني بأنه كان قريبا منه جدا. إذن دو فوا ان بو دو باف شود لوي فول او فيزاج، سيت بوسويت هذه المطاردة. طبعا المطاردة شخص يتبع شخص آخر، كما يقع مثلا بالنسبة للشرطة التي تطارد السيارة مثلا تهرب، نسمي هذا بوسويت مطاردة. سيت بوسويت هذه المطاردة أوتور دان أربر حول شجرة دون لو فيرتيج أو غارسون، أعطت الدوخة للطفل. إذن طبعا الثور يدور من هنا والطفل يدور من هناك، الطفل يدور من هنا الثور يدور من هناك،
إذن هذه المطاردة حول الشجرة جعلت الطفل يصيب بالدوار، جعلت الطفل يصاب بدوار. ست بوسويت أوتور دان آربر، إذن هذه المطاردة حول الشجرة. دون أعطت تعطي، هنا عندنا تعطي، عندنا لوغير دوني طبعا المصرف، طبعا مصرف أو بريزون مصرف الحاضر. دون لوفيرتيج تعطي، لوفيرتيج الدوار يعني الدوخة، كما نقول الدوخة، أعطت الدوخة للطفل. إذن مع كثرة الدوران حول الشجرة. إيسيون أوتر شوز، فلنحاول شيئا آخر. إيسيون أوتر شوز، فلنحاول شيئا آخر. دي توه روبير، يقول روبير مرتفعا، توه كما نقول مرتفعا بصوت مرتفع، يقول بصوت مرتفع. إيسيون أوتر شوز، فلنحاول شيئا آخر. المقصود إذا بقيت هنا فأنا سأبقى أدور مع الثور، علي أن أفكر في طريقة أخرى للتخلص منه. L'art est solide, se dit l'enfant. Je n'ai qu'à rester tout près de cet abri pour éviter la bête furieuse. Alors commence une effrayante partie de cache-cache. L'agile petit paysan s'efforce de rester calme, mais il entend battre son cœur. C'est que les gros yeux stupides du taureau, repérés en tendant le bras, touchent la touffe bouclée entre les cornes de son ennemi. Deux fois, un peu de bave chaude lui vole au visage. طبعاً, un peu, يعني قليل, de bave, قليل من الريق, شود الحار، لوي فول يطير له او فيزاج، كما نقول للوجه، على الوجه. اذا مرتان شيء من ريق الثور او شيء من لعاب الثور الساخن، لوي فول او فيزاج، يطير له على الوجه. سيت بوسويت اوتور دان نار دون لو فيرتيج او غارسون ايسيون اوتر شوز دي تو روبير. إذا نلتقي في فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.